السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكلمكم النهاردة من مكان حلو جدا، بس هو كان واحد من أهم أسباب انهيار الدولة العثمانية. يا ترى عرفتوا ايه هو ولا لسه؟ لف العالم مع منفيس، لف العالم مع منفيس كل خميس. قصر الدولمة بهشة، أو إحنا بنلقبينه بالعربي الحديقة المحشية. طبعا ده ليه أسباب كتيرة جدا هشرحها لكم برضو. نبتدي الزيارة بتاعتنا، بس نبص على جمال البوابة الأول، بوابة قصر الدولمة بهشة. الناس كلها بتيجي من كل دول العالم عشان تتفرج على القصر ده. أما معنى كلمة دولمة بهجة اللي هي الحديقة المحشية، عشان خاطرهم محشوا البحر وخلوه ممهد وبنوا القصر عليه. عايز أقول لكم إن التيكت موجودة برضو وسعرها رخيص. السعر بتاع التيكت هنا بتتباع ب 300 ليرة، يعني حوالي 300 جنيه. تعالوا ندخل بقى ونتفرج على انهيار الدولة العثمانية. فكرة بناء القصر ده كان سبب من أسباب انهيار الدولة العثمانية، لأن هم استخدموا فيه 12 طن ذهب، ما بين بقى مية الذهب وقشرة الذهب وذهب خالص. زي ما انتم شايفين كده الجمال يا جماعة اللي موجود في الصورة عامل ازاي، والنجف واللون الذهبي اللي موجود في كل حتة. عايز اقول لكم ان القصر ده بيحتوي على 285 غرفة و 68 حمام و 44 قاعة كانوا بيستقبلوا فيهم الضيوف. بص مثلا جمال القاعة دي كده عاملة ازاي. دي مكتبة برضو موجودة داخل القصر، والغرفة دي احد الغرف اللي موجودة في القصر الخاصة بالموسيقى، وده واحد من الحمامات التركية اللي موجودة جوه القصر. شايفين الزخرفة والرخام بتاعها عاملة ازاي. نيجي بقى هنا عند أكبر ترية أو نجفة موجودة في العالم تقريبا، موجودة جوه قصر الدولمة بهشة. زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي. الأبواب يا جماعة والسقف ده معمول بالذهب. أكتر فيو عجبني الفيو ده بصراحة، الحتة دي جميلة جدا ما بين قسم السلام لك والحرام لك. لسه مخلصين دلوقتي الجزء الخاص بالسلام لك من القصر. القصر يا جماعه كبير جدا، في اماكن كتيره مقفوله عشان خاطر الناس اللي بتبقى بتتضايق او عندها فوبيا او مشاكل في التنفس من الاماكن المغلقه. في غرف طبعا او اماكن كتيره بتكون مقفوله جوه القصر، فخلي بالكم برضو. وخلصنا دلوقتي السلام لك وهندخل على الحرم لك، وتعالوا بينا عشان نشوف ايه اللي موجود في الجزء الخاص بالحريم. والله يا جماعة يعني هو الجواب باين من عنوانه بصراحة، يعني حتى الديكور مختلف والألوانات مختلفة. المقتنيات كمان اللي موجودة جوه القصر في قسم الحرام لك مختلفة تماما. عايز اقول لكم كمان ان البرفيوم وريحة القصر في قسم الحرام لك مختلفة تماما عن قسم السلام لك، يعني حتى الطابع النسائي موجود في كل حتة. فعلا تحس بتغيير، تحس ان ده جزء وده جزء تاني. انا حاسس ان انا زرت مكان تاني ملوش علاقة بقصر الدولمة بهشة. كل حاجة فيه مختلفة في قسم الحرام لك، وهو فعلا زي ما انتم شايفين هو احلى بكتير من قسم السلام لك. تعالوا دلوقتي اخدكم في جولة على غرف نوم امهات السلاطين. صورت لكم كام غرفة وهسيبكم تستمتعوا بيها. وبكده نكون خلصنا زيارة قصر الدولمة بهجة.
وتعرفنا على قسم السلام لك وقسم الحرام لك، وكمان في غرفة هنا لمصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية. بس للأسف التصوير جوه الأوضة دي ممنوع، هي كل المقتنيات اللي موجودة في الأوضة، إن هو الغرفة اللي توفى فيها، سرير وحاطين فرشين عليه دلوقتي العلم التركي، زائد إن في ساعة جنبي زي المنبه كده كبيرة شوية. هو توفى الساعة 9:05 الصبح، لحد الآن هم سايبينها الساعة متوقفة على الساعة 9:05 الصبح عشان خاطر تكريما ليه يعني. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأشوفكم فيديو جديد إن شاء الله.